أعزائي وأحبتي طلبة الصف السادس الأدبي نلتقي وياكم درس جديد ورحب بكم من على شاشة فضائية العراق التربوية كما أرحب بالمشرف العلمي الأستاذ الدكتورة ابتسام سعود اهلا ومرحبا بها اهلا بكم اهلا بك استاذ علي اهلا بكم احبتي طلبه الصف السادس الاعدادي بالدروس السابقه تكلمنا عن معاهدة زهاب عام 1638 وأهمية هذه المعاهدة وبنود هذه المعاهدة بعدين دخلنا ووضح لنا أستاذ علي فترة المماليك ومن هم المماليك وكيف كون الوالي أحمد حسن باشا وابن أحمد باشا فرقة عسكرية أو جيش عسكري يدين بالولاء لشخص الوالي والهدف من عنده القضاء على تمردات الانكشارية وانتفاضات العشائر اللي كانت موجودة بعد ذلك انتقلنا أنه أحمد باشا توفى عام 1747 أحمد باشا لم يكن لديه ابن يرث الولاية من بعده كانت لديه بنت واحدة اللي هي عادلة خاتون وهذا ما راح يوضح لنا يا أستاذ علي نعم, نعم. نعم. طلبتنا الأعزاء قلنا أن أحمد باشا لم يكن له ابن يعني ولذلك يتوارث الحكم من بعده فهنا أضطر إلى إسناد الولايه الى نائب الوالي احنا ذكرنا استاذ علي انه عام 1747 توفى احمد باشا نعم. هل كانت هناك محاولات للدوله العثمانيه لتنصيب والي عثماني؟ نعم كانت اثمرت يعني. هذه المحاولات؟ لا لم أثمرت. تثمر هذه لان يعني هي استمرت ثلاث سنوات بضل. من عام 1747 الى عام 1750، ثلاث سنوات استمرت بها المحاولات العثمانيه لتنصيب والي عثماني على العراق لكنها فشلت جميعا وهنا اضطرت السلطنة العثمانية إلى إسناد ولاية بغداد إلى نائب الوالي وزوج ابنته عادلة خاتون اللي هو سليمان بيك المشهور بأبو ليلى. طبعا شنو سبب الشهرة هاي؟ لأنه استطاع بحملاته السريعة الخاطفة القضاء على الثورات والتمردات العشائرية خصوصا في الليل ولذلك سمي بأبي ليلة مو ليلى، ليلة. نعم بعد قلنا من البدايه سليمان بيك ابو ليله هو مملوك كرجي كان نائب الوالي احمد باشا وزوج ابنته عادل خاتم كما قلنا لقب بابي ليلى لانه استطاع بحملاته السريعه الخاطفه القضاء على ثورات وتمردات العشائر وبعد فشل الولاه الثلاثه الذين ارسلتهم اسطنبول اضطر السلطان العثماني لاسناد الولايه اليه عام 1750 وهنا كما قلنا يبتدئ عصر المماليك اللي استمر كما قلنا الى عام 1831 نعم من بتوع. 1750 نعم. الى 1831 حنلاحظ نعم. انه كثير من الاحداث بهذه الفتره نعم. استاذ علي ننتقل نعم. الى شيء اخر بالمماليك نعم. انه هل كان العراقيون اللي كانوا موجودين في داخل العراق يحبون هؤلاء المماليك ام كانوا يميلون الى جهه اخرى، نعم. طبعا هذا التعليل ايضا قاعد يتكرر بالاسئله الوزاريه ولذلك ارجو الانتباه من طلبتنا واحبتنا الطلبه. علل كان العراقيين يشعرون ان ولاه المماليك اقرب لهم من الولاه العثمانيه. شنو السبب؟ السبب لان الولاه المماليك تربوا في العراق تثقفوا بثقافه السكان المحليين كان ولاءهم للعراق وليس للعثمانيين هاي ثلاث او اربع اسباب. لم يكن حكمهم وراثيا كان تعيينهم يجري بترشيح من العلماء والاعيان والامراء. ثم يصدر السلطان العثماني الاوامر بالتعيين طبعا الامر العثماني يسمونه فرمان سلطاني. هذا ولذلك استمروا بالحكم حتى سنه 1831 يعني حوالي 80 سنه. ليش؟ لان العراق كانوا يحبونهم اتقر... تثقفوا بثقافه السكان المحليين اه ايضا كما قلنا اه لم يكن حكمهم وراثيا لم يكن اه ولائهم للسلطان العثماني كل هذه الامور حببت فيهم العراقيين ولذلك استمر حكمهم كما قلنا الى عام 1831 خلال هذه الفتره حكم تقريبا 14 والي مملوكي خلال هذه الفترة من 1750 إلى 1831 واستطاعت الدولة العثمانية خلال هذه الفترة هل كانت لها محاولات لإرجاع ولاية بغداد إلى الحكم العثماني المباشر؟ نعم كانت لها محاولات ولكن جميع محاولاتها كانت تبوء بالفشل نعم نعم طبعا إذا يجي سؤال موضح بين كيف كان العراق تحت حكم المماليك. هنا أو؟ السؤال استاذ علي نوبات الطالب يقول يقول على يعني لا تموت يقولون انه هم سكان يحبوهم وثقاف ثقافتهم ويريدوهم أه لا ليش هذه المساوئ اللي كانت بحكم الممالك بصوره عامه هذا كان أه حال العراق اثناء السيطره العثمانيه طبعا مو بس حال العراق حال, أه حال كل البلدان الولايات العربيه جميعها العربيه جميعها اللي كانت مسيطره عليها بالضبط. الدوله العثمانيه م. نعم تفضل طبعا استمر كما قلنا الحكم العثماني من عام 1750 الى عام 1831 حوالي 80 سنه زين كم كان كم والي حكم خلال هذه الفتره 14 والي ثلاثه منهم من غير المماليك ايضا بذلت كما قالت الدكتوره بذلت السلطنه العثمانيه او الدوله العثمانيه محاولات عده لاستبدالهم بالولاه العثمانيين لكن فشلت ايضا تعرض سته من هؤلاء ال 14 واللي حكموا المملوكيين حكموا العراق الى القتل بسبب الصراعات والنزاعات بينهم زين شنو الاحداث المهمه اللي حصلت بالعراق اثناء حكم المماليك؟ ما هي الاحداث المهمه؟ اولا انتشار الامراض اللي هي الطاعون الكوليرا الكوليرا الملاريا كل هاي الامراض المعديه الفتاكه انتشرت في ذلك العهد. ايضا الفيضانات اللي كانت تؤدي الى شحه المواد الغذائيه ايضا ندره الامطار اللي ادت ايضا الى كثره المجاعات لما نصير كثره المجاعات شو تؤدي الى انتفاضات العشائر ايضا الامر الاخر اللي شهد العراق به بعض الاحداث المهمه هي في طبعا في تحت حكم المماليك اللي هي تدخلات بلاد فارس خلال هاي الفتره تحديدا في عام 1777 76 فرضوا الحصار على البصرة وتمكنوا من دخولها في عام 76، 75 فرضوا الحصار في عام 1776 تمكنوا من دخولها وبعد ثلاث سنوات تحديدًا في عام 1779 تمكن شيخ المنتفق من تحريرها. هاي هي أبرز الأحداث اللي شهدها. العراق في عصر المماليك اذا استاذ علي ننتقل الى فقره م. اخرى من الماده هي عوده الحكم العثماني المباشر اي انتهاء عهد المماليك وارجاع السيطره العثمانيه المباشره اي ان الوالي يقوم بتعيين السلطان مباشره من السلطنه الى بغداد ونريد نعرف شنو مميزات او ما هي مميزات العهد العثماني المباشر او اللي سميناه العهد العثماني الثالث نعم نعم طبعا عاد الحكم العثماني المباشر بعد 85 سنة من حكم المماليك. من سنة 1832 إلى سنة 1917 اللي هو العهد العثماني الأخير أو الثالث. هذا هو نسميه عهد التنظيمات، بالضبط. عهد العثماني الثالث، الأخير. أي. نعم. هذا العهد مسمع. العثماني الأخير أو يسمى أيضاً بالعهد العثماني الثالث انتهى بدخول البريطانيين بالعراق عام 1917. بالضبط. طبعا شهد هذا العصر ما هي اهم الاحداث اللي شهدها هذا العصر اللي هو العهد العثماني الثالث او العهد العثماني الاخير؟ شنو ابرز الاحداث اللي شهدها؟ شهد عصر التنظيمات اللي هو ارادت منه الحكومه ادخال اصلاحات شامله في مؤسسات الدوله ووضعها على اسس عصريه وبلغ عددهم اللي حكموا العراق من العثمانيين من عام 1832 الى 1917 حوالي 35 واحد من عام 1831 استاذ او نعم 1831 بدا هو الحكم العثماني مباشر نعم نعم طبعا عندنا ايضا عصر التنظيمات شنو هذا عصر التنظيمات اللي شهد الحكم العثماني الاخير او العهد العثماني الثالث اللي هو عصر التنظيمات. هذا تعريف دائما يتكرر بالاسئله الوزاريه. عصر التنظيمات ايضا يسمى عصر الاصلاحات. اللي كما قلنا حدث بالعهد العثماني الثالث او الاخير. ايش رادت منه الحكومه العثمانيه؟ رادت منه ادخال اصلاحات شامله في مؤسسات الدوله وتحديثها ووضعها على اسس عصرية. هذا يسمى عهد الاصلاحات او عصر التنظيمات ايضا اعزائي نعم هذه الاصلاحات اللي م. الدوله العثمانيه اذا عهد التنظيمات او الاصلاحات بدات الدوله العثمانيه تحس بضعفها واستطاعت ان تتبنى او ارادت ان تنتشل نفسها من هذا الضعف فارادت ان تتبنى بعض الانظمه العصريه فتبنت بعض التنظيمات اللي ادخلتها بالدول اللي تحت سيطرتها لذلك سمي بعهد التنظيمات او العهد العثماني الاخير نعم, نعم. الاصلاحات هي إصلاحات هنا حننتقل إلى إصلاحات الدولة العثمانية في داخل العراق في عهد التنظيمات العثمانية. نعم. بببب. نعم. شنو هاي نوعية الإصلاحات اللي الإصلاحات اللي دخلت في العراق؟ نعم. شنو هاي التنظيمات أو طبعاً بموجب هذه الإصلاحات اللي حثت في العهد العثماني الأخير أو الثالث قسم العراق في عام 1864 إلى ثلاث ولايات رئيسية هي بغداد والموصل والبصرة. كل ولاية يتبعها عدد من الأقضية يتبع كل قضاء مجموعة من النواحي وكل ناحية ترتبط بها مجموعة من القرى والحد الآن أعتقد هذا التنظيم هو مستمر مستمر لحد الآن نعم. نعم أما البصرة والموصل بالضبط. نعم. نعم طبعا في بعض الأحيان كانت الموصل والبصرة تشكل قائمي قائم مقامية أو متصرفية تابعة لبغداد وفي بعض الأحيان أخرى تكون لكل منهما اداره منفصله عن بغداد ومرتبطه ارتباط مباشر بالعاصمه اسطنبول. هاي هي نوعيه الاصلاحات والتنظيمات اللي ادخلت على الحياه على الحياه الاجتماعيه والسياسيه في العراق في عام 1600 1864. نعم. نكمل نعم. بس احب اوضح انه الدوله العثمانيه عندما قسمت العراق الى ثلاث ولايات بغداد، البصره، الموصل كانت اكبر ولايه هي ولايه بغداد ففي بعض الاحيان اثناء الفتره التاريخيه اللي مرت علينا في بعض الاحيان تكون البصره او الموصل قائمه مقاميه او متصرفيه تابعه لمن تابعه لوالي بغداد لكن في احيان اخرى يعني تعين الدوله العثمانيه العثمانيه والي لكل ولايه يعني تعين والي لبغداد وتعين والي للبصره وتعين والي للموصل لكن في اغلب الاحيان كانت هذه البصره والموصل قائم مقاميه او متصرفيه تابعه الى الى والي بغداد نعم نكمل يعني حسب الحاله السياسيه نعم اللي كانت عيشه او عيشه العراق كانت الدوله العثمانيه تقوم بهذا الامر زين اذا يجي السؤال ما هي سياسة الولاة العثمانيين خلال عهدهم الثالث أو الأخير في بغداد شنو كانت سياستهم بالعراق هل استفاد العراقيون منها الجواب ظل الفساد والرشوة والمحسوبية ينخر الإدارة أيضا تواصلت حالة العداء بين العثمانيين والقاجاريين القاجاريين هم فئة جديدة حكموا بلاد فارس سموا بالقاجاريين في هذا نعم العهد الصفويين نعم بعد الصفويين نعم 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 اه بعد الصفويين طبعا تنافسوا الاداره العثمانيه والقاجاريين حول النفوذ وحول مسائل الحدود وحول انتقال المواطنين بين الدولتين ايضا ظلت العشائر في حاله الانتفاض الدائم والانتقاض الدائم والتمردات الدائمه ولذلك اضطر الولاة لارسال حملات لقمعها بقسوه مصحوبه باعمال سلب ونهب وتهجير. كل هذه الامور كانت تحدث في العراق خلال العهد العثماني الاخير او العهد العثماني الثالث. وبهذا وصلنا لحد الان وان شاء الله نتواصل وياكم بالدروس الاخرى اعزائي واحبائي طلبه الصف السادس الادبي ايضا نشكر الدكتور الاستاذ المشرف العلمي ابتسام سعود شكرا على حضورها استاذ علي شكرا لكم طلبتنا الاعزاء نلتقي ان شاء الله واياكم بدروس اخرى شكرا اهلا ومرحبا لكل متابعين شاشه العراق الفضائيه التربويه الى اللقاء